لا ما لا يعني مساء
مساء الخير يا فندم. في حملة تطعيمات من سن سنة ونص لحد 5 سنين. عندكم أطفال تطعم؟ الدكتورة جت تاني ورايا. أيوة اتفضلي، عندنا سوسو أهي لسه ما كملتش. بالراحة لسه ما كملتش 5 سنين يا دكتورة. يا بابا أنت نسيت، أنا لما رحت عند كلب أم يحيى نفس الدكتورة دي جت لي والله العظيم. روحي اقعدي يلا. إيه إيه اتفضلي يا دكتورة. أنت يا طارق اديتيني عند طنط أم يحيى. طب على وعدتك اتفضلي يلا اقعدي. عيب عدتك فين يا حبيبتي؟ أنا أول مرة أعدي الشارع ده. يلا يا ماما يلا عشان تاخدي التطعيم. لا والله ما عرفتش التطعيم. بس ما تكتبيش، تعالي دكتورة تبقى. والله العظيم خدت التطعيم. بس والله العظيم خدت التطعيم يا بابا. ده مهم جدا. ده امتى؟ اسأل حتى طنط أم يحيى. أنا كنت عندها ويحيى وندى كانوا عند ستهم والدكتورة دي جت والله. طيب احنا ناخدوا، طيب نروح هناخدوا الإبرة وبعد كده نكلموا طنط أم يحيى. لا لا انا عارفه. يلا يا دكتوره يلا يا دكتوره. يلا يا دكتوره دي متعالج. يلا يا دكتوره. لا 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 عيب عيب عيب. يلا يا دكتور اهرب يا دكتور.